بناءً على اقتراح جورج واشنطن، وهو أول رئيس للولايات المتحدة، صوت الكونغرس الأمريكي عام 1790 على إنشاء عاصمة البلاد الفيدرالية على ضفاف نهر بوتوماك. على أهوار تنازلت عنها ماريلاند وفرجينيا، اتخذت العاصمة موقعها، وكانت ثمرة اتفاق بين الفيدراليين والجنوب المؤيد للعبودية. إلا أن العاصمة دمرت جزئياً إثر حريق اندلع خلال حرب العام 1812 ضد بريطانيا، وقد تطلب إعادة بنائها عقوداً، وأعادت عام 1846 جزءاً من الأراضي إلى فرجينيا. اعتباراً من العام 1800 بدأ الكونغرس، وهو مقر السلطة التشريعية، يعقد جلساته في الكابيتول، الذي شكل أيضاً مقر إقامة للرئيس جون أدامز. يقع مبنى الكابيتول فوق تلة تسمى الكابيتول هيل، ويطل على منتزه ناشنال مول المفتوح، وتحيط به مباني تاريخية تعيد رسم تاريخ البلاد، كما يتربع إلى شماله البيت الأبيض مقر الرؤساء الأمريكيين. ومقر الكونغرس يعكس قوته، فإذا خسر رئيس الغالبية قد يواجه أزمة تشريعية، وبخاصة فيما يتعلق بالميزانية، فالدولة الفيدرالية غير قادرة على العمل من دون ميزانية يصادق عليها الكونغرس، وفي حال عدم التوافق مع البيت الأبيض تجبر الحكومة الفيدرالية على الإغلاق جزئياً. وفي 2013 دام الإغلاق أسبوعين. وتضم واشنطن أيضاً المحكمة العليا الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي. ومنذ العام 1943 باتت مقاطعة أرلينغتون الواقعة في فيرجينيا تحضن مقر وزارة الدفاع أو البنتاغون، الذي شكل هدفاً لاعتداءات 11 من أيلول سبتمبر. باختصار، فإن واشنطن هي مدينة مستقلة أنشئت بموجب الدستور الأمريكي، وهي أيضاً مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي تتمتع بوضع فريد، فهي لا تعتمد على أي ولاية أخرى، وميزانيتها يصوت عليها الكونغرس، وممثلوها المنتخبون لا يتمتعون بحق التصويت، أما سكانها فلم يقترعوا في الانتخابات الرئاسية إلا اعتباراً من العام 1964.